وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الكاتب والمحلل السياسي ضرار الفلاسي. مساء الخير سيد ضرار. مساء النور والسرور. استاذي، يعني بداية، الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكدت مرارا أن الشعب القطري يعتبر جزءا أصيلا من المنظومة الخليجية والعربية، وأن هذا الشعب لا يتحمل وزر النظام وسياسته الهدامة. يعني كيف ترى أثر ما تتخذه الدول الأربع من إجراءات لتطبيق ما تؤكده على الدوام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن من يعني الدول الأربع من أول يوم بدأت المقاطعة وهم يعلنون ويكررون ويعيدون أن الشعب القطري الشعب شقيق، الشعب منا وفينا، لا له أي صلة بما يتخذها النظام القطري أو نظام الحمادين. بالعكس، أنا أشوف أن الشعب القطري هو من يعاني من الإرهاب. أنا أعتقد أن منعهم من الحج هذا بروحه جريمة يجب أن لا تغفر. الشعب القطري مغيب، هناك اعتقالات، هناك نوع من الابتزاز، نوع من التهديد. لا يستطيع المواطن القطري أن يتكلم، هم يتكلمون في الجزيرة على حرية الرأي وهذا، ولكن المواطن القطري يعاني من الإرهاب الفكري، يعاني من الكب، يعاني من تكميم الأفواه، وهذا هي ما تتميز به قطر، وهذا ما أثبتته الأيام. نحن لم نثبت على قطرها، ولكن قطر نظام الحمدين أثبت على نفسه هذه التهم التي حاولت الدول يعني منع الحرج عنهم، ولكن ما زال التعنت مستمر. وهذا والله يكون يعني اللي نقدر نقول الله يكون في عون القطريين، لأنهم منا وفينا. نعم. وعمرنا نحن ما تخلينا عنهم، وعمر الظفر ما يطلع من اللحم. نعم. لكن تعنت نظام الحمدين أعتقد أضر بالشعب القطري قبل أن يضر ببقية الشعوب. نعم. والآن الشعب القطري أصبح في معزل عن أهله وأقاربه بسبب هذا التعنت. نعم. بالرغم من محاولات الدول يعني إيجاد الحلول وتسهيل، ولكن هم يحاولون تعقيد الموضوع. نعم سيد ضرار، يعني مع ذلك يعني في الفترة الأخيرة بدأ يتنامى الوعي لدى الشعب القطري بمساعي الدول الأربع إلى تغيير سياسات النظام القطري المهددة لأمن دول الخليج العربية. يعني هل تعتقد أن هذا سيؤدي إلى قبول نظام الدوحة مطالب الدول الأربع التي هي قد تكون مطالب الشعب القطري في المستقبل المنظور؟ أنا أعتقد الشعب القطري بدأ الآن يدرك ما يرتكبه النظام في الدوحة. نعم. بدأ وأفضل دليل أعتقد محاولة المغادرة، وهناك أكثر من 1000 ذهبوا الحج غصب، يعني بالرغم من المخاطر التي يعرفونها، وبالرغم من ما سترسمه لهم الحكومة القطرية والنظام القطري من وضع أسماءهم على القائمة، ولكنهم أصروا على تأدية الفريضة. فأنا أعتقد النظام القطري في الماية يوم عن يوم يكشف نفسه ويعري نفسه أمام القطريين قبل العالم، لأن القطريين بدأوا يتضح الآن الرؤية أن هناك مجرد زمرة هي من تدير الإعلام وتحاول نشر الكراهية والبغضاء بين الأهالي اللي هم الإمارات والسعودية والمملكة البحرين. فنحن كنا أهل، لكن لمصلحتهم لمصلحة هذه الجمرة. نعم. من دبي الكاتب والمحلل السياسي ضرار الفلاسي، شكرا جزيلا لك.